الأنابيب وأغرب أساطيرها. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. وهيا نبدأ. تدور قصص أفلام الرعب في الغالب حول أرواح تسكن لعب أطفال، تسيطر على صاحب اللعبة أو الفرد الأصغر في العائلة، أو تحرك الروح اللعبة لتنفيذ أوامرها، لتبدأ سلسلة من الأحداث والجرائم التي تزيد المشهد تعقيداً. ولكننا في النهاية نعلم بأن الأحداث غير حقيقية، وهي مجرد قصص خيالية. ولكن الأمر ليس دائماً بهذه البساطة، فالواقع يفاجئنا أحياناً بقصص أسوأ من الخيال. فأحد أكثر الأفلام المرعبة التي سيطرت على قمة أفلام الرعب في هوليوود، وتم طرح عدة أجزاء منه، فيلم أنابيل، هو قصة وأحداث حقيقية لروح تسكن دمية موجودة حتى الآن في إحدى المتاحف المتخصصة في الخوارق، مكتوب عليه ممنوع الاقتراب نظرا لقوة الروح المسيطرة عليها، والتي بدأت في الإعلان عن نفسها من خلال تلك الدمية المصنوعة من القماش والمرعبة بشعرها الأحمر القصير وأنفها البرتقالية المثلثة وابتسامتها المخيفة وفستانها الأبيض منذ عام 1970. وبحسب موقع ذا ميرور البريطاني، فإن القصة بدأت عندما قررت أم أن تحضر لابنتها في عيد ميلادها هدية مميزة، فذهبت إلى إحدى المحلات القديمة واختارت تلك العروسة وقدمتها لابنتها التي تدعى دونا. وبعد انتهاء الحفل ذهبت دونا مع هديتها المميزة إلى منزلها والتي تشارك فيها صديقتها إنجي، حيث تعمل دونا ممرضة في ولاية أخرى هي وصديقتها بالسكن. ولم تكن تدرك يوما أن هذه الدمية ستحول حياتهما إلى جحيم، لتبدأ اللعنة وتعلن الروح عن تواجدها. في البداية لم تهتم دونا أو صديقتها من حركات الدمية الغريبة، فتنقلها من مكان لآخر. ولكن ازداد الأمر صعوبة مع ظهور رسائل غريبة مكتوبة بخط يد طفولي غير مرتبة، وفي كل مرة كانت تحمل رسالة للخلاص مثل ساعدوني. ومع تقدم خطورة الأمر وظهور دم على يد الدمية، قررت دونا وصديقتها طلب المساعدة من وسيط روحاني لاكتشاف الأمر. وبالفعل حضرت وسيطة روحانية والتي فسرت لهم الأمر أن الدمية مسكونة بروح طفلة تدعى أنابيل، والتي توفت بعمر 7 سنوات في منزلهما. وما أن وجدت روح الفتاة تلك الدمية سكنتها حتى تتمكن من التواصل معهم، وكل ما تريده الروح هي أن تكون صديقة لهم. وكرد فعل طبيعي، من المفترض أن نجد دونا وإنجي يرفض وجود الدمية في المنزل بعد سماعهما بحقيقتها، ولكن على عكس المتوقع قررتا الاحتفاظ بالدمية تعاطفا مع روح الفتاة المسكينة. ولكن يبدو أن هذا التعاطف لم يكن كافيا، فقررت أنابيل التخلص من صديق الفتاتان أثناء نومه عن طريق خنقه ومحاولة حرقه والتي ظهرت آثارها على جسده، ليقرر مرة أخرى الفتاتان اللجوء إلى مساعدة. وفي هذه المرة لجأوا إلى زوجين متمرسين بحل القضايا الخارقة، ولكن كانت نهاية تلك الدمية أنها قضت على كلا الفتاتان، وتم وضع تلك الدمية بإحدى المتاحف. تلك هي قصة الدمية أنابيل. لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.